المواطنين المدنيين في سوريا منذ اندلاع الأزمة عام 2011 وحتى هذا العام. حق النقد في مجلس الأمن عرقل أي تحرك أممي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان على مدى سنوات الصراع في سوريا. وبحسب تقرير منسوب للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن مجلس الأمن أقر فقط 13 قرارا بشأن سوريا على الرغم من الفظائع التي شهدها النزاع منذ اندلاعه. معظم هذه القرارات اتخذت تحت ضغط دولي شديد، فمجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية دفعت المجلس لتجاوز خلافات أعضائه والتلويح باستخدام الفيتو ليقر القرار 2118 عام 2013 الذي دان استخدام الأسلحة الكيماوية وألزم سوريا بتدمير مخزونها من السلاح الكيماوي وحظر عليها امتلاك أو تطوير أسلحة مماثلة. كما دفعت الأوضاع الإنسانية المتفاقمة المجلس لتبني القرار 2139 عام 2014 الذي دعا جميع أطراف النزاع إلى تقديم المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق السورية. رغم هذا شهدت قاعة المجلس استخدام حق النقد لعرقلة قرارات تتعلق بسوريا. المرة الأولى كانت في الرابع من أكتوبر عام 2011 بعد 6 أشهر من بدء المظاهرات المناهضة للنظام في جميع أنحاء البلاد. حق النقد عرقل قرارا كان يدين استخدام السلطات السورية للقوة المفرطة ضد المدنيين ليمضي النظام بعدها في قمع التظاهرات متمتعا بحماية الفيتو الروسي الصيني الذي استخدم بشكل إجمالي 8 مرات. كفاح الزين. نشرتنا مستمرة.